في نفس الوقت فيريرا في التدريب كان مهتم جدا بتنفيذ الضربات الثابته، وعشان يتم استغلالها بالشكل الامثل، وتعتبر انه برضو يعني طريقه لاحراز الاهداف. ان مثلا كان في تكتلات او من قبل النادي المصري، يبقى برضو الموضوع خاص بالكرات الثابته وتنفيذها والكرات العرضيه، هيبقى مهم جدا ان يكون يعني فرصه للفوز ان شاء الله.